الذين آمنوا أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهليهم يرجعون ونفيخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من معثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمونا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستباقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ولا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سورة المباركة الفاتحة لا
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد صلوات. बचपन में तेरा झूला हाथों से झुलाया था, हाथों को तेरे लेकर चलना भी सिखाया था। अब इन हाथों से मैं किस तरह उठाऊंगा, फरियाद सुनो मेरी एक बार मुझे भाई कहकर तो बुला गई, फरियाद सुनो मेरी एक बार محمد وعلى محمد صلى الله جان سکینہ کی جب آئی لبوں پر سوکا ہوا مشکی زالا ہے وہ مستر دیکھ بریاں سے بچی نے چچا کو دیکھ بریاں سے بچی نے چچا کو دستے ادب جوڑ کے کہنے لگے رو کر لے لو مشکو علم تم کو میری قسم آؤ نیلا دوں میں اس نے شاہ امم رکھ لو سکینہ کا ایمان پانی لے آؤ امو جان حضرت ہیں یاس ہیں اس درجہ پیاس ہیں کیا میری پیاس کا تم کو احساس ہے کیا میری پیاس کا تم کو احساس ہے آئی لبوں پہ اب یہ جان پانی لے آؤ امو جان پانی لے آؤ امو جان بچے تشنا جی کر بیٹے ہیں نوحہ گھر
प्यास के चाले हैं इन सबके होठों पर प्यास के चाले हैं इन सबके होठों पर प्यासों के तुमको निगहबान पानी ले आओ अम्मूजान पानी ले आओ अम्मूजान पानी ले आओ अल्लाह तश्की सदा सुनते हैं अलकमा सुनते हैं मशकीज़े नौहा सकीना का सुनते हैं मशकीज़े नौहा सकीना का पर तुमको प्यासों का ऐ जान पानी ले आओ अम्मू जान पानी ले आओ अम्मू जान पानी ले आओ अम्मू जान चलो हमारा हुसैन तुम्हारा हुसैन हमारा हुसैन तुम्हारा हुसैन हर को मैंने ये पुकारा हुसैन हमारा हुसैन तुम्हारा हुसैन हर को मैंने ये पुकारा हुसैन ए मौला मेरे वादा यही नहीं रुक सकेगा मातम ये कभी के जान देने को भी तैयार है हमारे लिए है यही जिंदगी शहर से शहर गली से गली रहता कयामा बजाई तेरी हमारा हुसैन तुम्हारा हुसैन अरे कौन L'appel de Hussein résonne dans nos âmes. Elle embrasse le cœur des gens de mille flammes. Ce miracle restera vivant à travers le monde jusqu'à la fin des temps. Que cette élégie nous donne cette envie de pleurer Hussein et sa famille bénie. Amara Hussein, Tumara Hussein, Ali Khamenei. ठोकर लगे मौला अली का
जब कभी ठोके